لو عندك يا شعراوي ملاحظات على القانون ده احب اسمعها. ما تتكلم يا شيخ محمد، طول عمرك تقول نفسك تلاقي مسؤول يسمع لك، اهو رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه قدامك. موضوع الازهر انا هكتب فيه مذكره تفصيليه واقدمها لسيادتك، انما في حاجات تانية كتير عايزه اعاده نظر. زي ايه؟ سياستنا الخارجيه، احنا ليه واخدين ناحيه المعسكر الشرقي، روسيا واللي معاها؟ يعني انت شايف ان المعسكر الغربي الرأسمالي انفع لنا؟ وليه يا فندم، الشرق ولا الغرب؟ ما احنا عندنا منهج اسلامي متكامل، ليه ما ناخدش بيه؟ بس احنا عندنا الشريعه الاسلاميه مطبقه في حاجات كتير، وليه ما ناخدش بيها في القليل؟ ما نطبق الشريعه في كل حاجه. وبعدين يعني ازاي نبقى حريصين ان احنا نبني علاقات مع دول كفرة ملحدة ونخاصم دولة زي السعودية اللي فيها الحرمين الشريفين؟ في ظروف سياسية واقتصادية احيانا يعني بتفرض اتجاه معين. يعني هو ربنا لما وضع لنا المنهج وحدد لنا طريقنا ما كانش يعرف الظروف دي؟ ولا يعني مجلس قيادة الثورة هيعرف اكتر من ربنا؟ الحقيقة سيد أنور، الشيخ محمد لا سمح الله مش قصده يقلل من قيادة الثورة ولا حاجة، ده هو قصده يقول يعني سيبه يا دكتور جامع، سيبه يقول اللي هو عاوز يقوله، أنا عاوز أسمعه. بص دي ولا دي يا بدرية؟ دي بقى صاروخ. انت عايزة ايه بالظبط يا رطب؟ دي فرقة مكسرة اوروبا كلها. واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ده ايه؟ الخواجة مش اللي اتفق يجيبها مصر شهرين؟ انا قلت احنا اولى بيهم، ناخدهم في الكازينو بتاعنا. اعوذ بالله عليك يا رطب، هو انت ما تجيبيش حاجة عدلة ابدا؟ الفرقة دي بقى لو اشتغلت عندنا في الكازينو مش هتلاقي ترابيزة واحدة فاضية. دول بنات ايه يعجبوكي قوي؟ اعوذ بالله، هو اني ناقصه ذنوب مش كفايه لاني فيه؟ ده غير ايراد الكازينو بتاعنا هيزيد الطقطقين، واحنا مش هنغرم حاجه خالص غيرش بس 50 جنيه في الليله اجره المبيت بتاعتهم في الفندق. اسكتي اسكتي يا رطب، كفايه كده. وكمان لقيت واد يشتغل عندنا ياخد باله من البوابه والصاله عشان ما حدش يطمع فينا. يا لهوي، وكمان هتجيبي بلطجي؟ لا يا اختي، ده مفتح شغال بدماغه مش بدراعه، اسمه نمرود وهيعجبك قوي. اسكتي اسكتي بقى. يوهو، هو انا عامله علشاني؟ انا بعمل ده كله علشانك انت وعشان مصلحتك. عايزه الكازينو بتاعك ما يبقاش فيه غيره في السوق، وساعتها مش هتلحقي تودي الفلوس فيه. ومين قالك اني عايزه فلوس؟ الدار خلاص هتاخدها الاوقاف، اسلام قدم لهم طلب عشان كده، ولو الحكايه دي مشيت انا مش هحتاج الكازينو وهقفله ان شاء الله. يا لهوي، يتقفل؟ لا يا اختي، اذا كنت ناويه تقفليه انا مستعد اخده منك، اديك القرشين اللي انا محوشاهم والباقي ادفعه لك اقساط. قولي كده، انا كنت عارفه ان عينك عليه من زمان، وانا اقول مالها رطب قلبها على الكازينو كده ليه؟ انا يا بدريه بقى دي برضو اخرتها؟ طب ان شاء الله انتصف نظري، لو كنت طمعانه فيكي ولا في الكازينو بتاعك. انت قلتي هتقفليه، صعب عليا شقى السنين دي كلها، قلت انا ولا بيه؟ وماله يا حبيبتي، ما هم صيروا في الاخر ليكي برضو. لكن اني ان شاء الله مش هكمل السكه دي. يقول لك شعراوي هو اللي صلح الجامع، شعراوي هو اللي توب بدريه وخلاها تعمل دار للايتام، اهو لا ده نفع ولا ده نفع، وفي النهايه كله صب في حجر ابنك زغلول الغلبان. ربنا يقدرك على فعل الخير يا ابني. مش زي غيرنا اللي عايز البلد تعمل له فيلم ومرسحيه على الفاضي والمليان، احنا بنعمل لوجه ربنا يا اخوانا. اني بفرح والله لما اسمعك بتقول كده، روح ربنا يديك على قد نيتك وضميرك. وانت يا ام ركزي على الحته دي قوي، احنا بنعمل
عشان خاطر ربنا. يا ريتك قلت لي من بدري يا ضناي. لو انت قلت لحد ياما؟ ام علواني هي اللي سالتني وقلت لها. ليه كده ياما؟ ليه؟ داني قصد وجه ربنا يا اخواتي. خلاص لما تيجي المره الجايه اني هقول لها زغلول ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، ده شغال شغلانه تانيه في الاوقاف بعيد عن الموضوع ده. هنكذب يا بنت شيخ البلد هنكذب. امال انت عايز ايه؟ خلاص ياما ادام هي اللي سالتك خلاص، بس نبهي عليها ما تقولش لحد تاني بقى. هي دي نبلب بقها فولي يا ست، تقول للي يسالها بس. يا اخوات انا اقصد وجه ربنا. يا شيخ جوده يا شيخ جوده، الطوب والسمنت تشونوا جنب الجامع وخلاص هيبتدوا الشغل. الحمد لله. الحقيقه بقى البركه في الشيخ زغلول. استغفر الله استغفر الله يا سيدي استغفر الله. والله يعني هو بالكلمة الطيبة يعني زقيت المهندسين، وبحسن المعاملة خليتهم يبتدوا فورا، وبحسن سيرة الواحد الحمد لله رب العالمين وفقنا. يا جماعة أنا ما عملتش حاجة، ده الجامع ده خد جنبه 100 جامع، والله أنا ما عملتش حاجة يا شيخ جوده. إزاي بقى؟ إزاي يا شيخ زغلول إزاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا شيخ جودة يا شيخ جودة، أنا يعني سبق وقلت لك ما تجيبش سيرة لحد يا راجل. ليه بس يا شيخ زغلول؟ هو أنا لا سمح الله بقول حاجة وحشة؟ الشيخ زغلول عنده حق. 64 العدوية كانت تقول اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. ما انا راخر يعني مش عايز اجيب سيره حكايه الدار الايتام دي بتاع الست بدريه يا مؤاخذ. مالها الدار يا شيخ زغلول؟ اعفينا يا حضره العمده، ماليش دعوه انا بالسيره دي. ليه يعني هو سر؟ ما الناس كلها بسرها تعرف. يا حضره العمده ربنا يسهلها ونقدر يعني ندخلها تبع وزاره الاوقاف وهي تصرف عليه. حكم يعني يا اخوانا الملمين اللي بيدفعهم الشيخ امين الشعراوي دول لا يودوا ولا يجيبوا، لكن الحمد لله يعني بالكلمه الطيبه وبحسن سمعه الانسان اهو ربنا بيقف جنبنا. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هعمل كل جهدي. انا كتبت الطلب وقدمته للتحريات وان شاء الله نقدر نجيب لها مبلغ كويس. انا ما بعملش حاجه. يا سلام يا سلام يا شيخ زغلول، دايما ناكر نفسه. اصل الشيخ زغلول لا تعلم يمينه ما فعلت شماله. اي نعم اي نعم، قلت الحق قلت الحق يا رجل. واحده زي بدريه دي بعد يعني ما ربنا فتح عليها نسيبها كلنا كده عشان تقع؟ لا 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 ما يصحش. لو دار بدريه دي خير يبقى الثواب للشيخ امين، هو اللي ساعدها هو اللي غيرها، لولا كان فضلت في القهوه بتاعت ميت غمر. معاك حق يا سيدنا، الشيخ امين الشعراوي هو السبب، ودي حاجه حد يقدر ينكرها؟ استغفر الله العظيم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الا من حق يا شيخ جود، انت رديت للشيخ امين الشعراوي 300 جنيه اللي دفعهم للجامع؟ لا اصلح، انا كاتب اقرار على نفسي ان الجامع ده ملوش دخل وما بيقبلش تبرعات. هيك الفلوس معايا اهي، قلت عينهم معايا يمكن ينفعوا الجامع في اي حاجه. ردهم له ردهم له يا راجل. يا شيخ جود قطرة الماء تعمل ايه في البحر يا راجل؟ هاتهم يا شيخ جود هاتهم. يا سبحان الله، اصل الفلوس دي ليها سكة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. جرايتكم مش صحيح، لازم التجويد والترتيب. الست بدرية هتجرى دلوقتي وهتشوفوا هي بتنطق ازاي. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. شايفين يا ولاد؟ شايفين هي بتنطق ازاي؟ اتفضلي كملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. شيخ أمين، ربنا يزيدك كمان وكمان. اتفضل يا شيخ محمد اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، حفظت نصف القرآن ودخل في النصف الثاني. ربنا يا سيدي يجازيك ويجازيها كل خير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ماني قلت بقى مش معقول يعني العيال الصغيرين يحفظوا واني لا، ما هو الكبير والصغير محتاج كلام الله. ما عندكيش فكرة انا فرحان بيك قد ايه. بالك يا سيدنا وهي صغيرة كده كانت تقف بره الكتاب عشان تسمعنا وتحفظ معانا. انت لسه فاكر يا شيخ امين؟ وانت يا ما ساعدتني وشجعتني، تاني لو في حاجه كويسه النهارده يبقى انت السبب فيها. هي دايما تقول الشيخ محمد هو اللي غير حياتي. انا كمان بعتز بيها قوي. التلميذ لما ينجح يبقى المعلم بتاعه نجح معاه. وهو نطلع ايه جنبك؟ ده انت بسم الله ما شاء الله ملايين الناس بتسمعك وتتعلم منك. استغفر الله، البني ادم منا بيبذر في الأرض ألف بذرة، المهم البذرة اللي تطرح وتربي محصول. بعد إذنك يعني استبدرية مبلغ صغير كده مساعدة للدار. لا ولزمه إيه؟ ما أنت لسه بعت مع إسلام. يا ستي خليهم مكافأة للعيال الشاطرين في الحفظ. يبقى هتاخدهم، هي دلوقتي أشطر واحدة. على كل حال ملوش لزوم فلوس تاني، اصل الدار خلاص هتبقى تبع الاوقاف. الشيخ زغلول ماشي في الحكايه دي. ربنا ييسر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حاجة. خليكي في طريقك يا بدريه، اوعي ترجعي عنه. كل ما تمشي في طريق الايمان هتحس بحلاوته اكتر. طب واللي فات يا شيخ امين؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا ريت داني تبقى حسنات كتيرة قوي. أنا حددت مواصفات المسروقات في المحضر. شوية ساعات وإقلام حبر وسبح، حاجات كنت جايبها معايا من السعودية، ده غير الذهب بتاع أم الأولاد. طب دلوقتي تتهم مين بالسرقة؟ أنا ما اتهمش حد. طب بلاش تتهم حد، تشتبه في مين؟ انا ما اخدش حد بسوء الظن. انت كده بتصعب مهمتنا، الداخليه مقلوبه علينا وانت مش عايز تساعدنا. يعني اساعدكم واذي نفسي؟ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. طب هقول لك حاجه تانية، احنا مشتبهين في ولد اسمه عزوز فتح غرزه في المنطقه جنبك. الولد ده عليه 8 سوابق سرقه مساكن. والله لا اتهمه ولا أبرئه. شوف يا عم الشيخ، احنا هنعرضه عليك، يمكن تكون لاحظته هو بيراقب البيت، وعايزين نعرف منك أسماء الناس اللي بتتردد على البيت. هو في الأول وإحنا بنوضب الشقة كان في عمال كتير داخلين خارجين بيشتغلوا، إنما بعد كده مفيش حد غريب بيدخل البيت. أكتر من 5000 جنيه قيمة المسروقات؟ انت بتقول ايه يا زغلول؟ يما ما الحادثة مكتوبة في كل الجرايد اهي. يا فرحتك يا شعراوي، الناس كلها هتتكلم عليه، اقطع دراعي تلاقيه هو اللي جايب الحرامي. ولما اللي اتسرق بس ب5000 جنيه امال اللي حداه قد ايه يا ابني؟ يا اختي الله يرحم ابوه، مات وما كانش يحتكم على ايراد واحد ملك. استغفر الله العظيم يا ربي، كانوا بيكملوا عشاهم نوم، بس الحمد لله هم طلاب دنيا واحنا طلاب الاخره. يا امه
وهو يا ابني لما يحتكي مع الفلوس دي كلتها امال كان سايب يعني الاوقاف تصلح الجامع وتصلح مدرسة بدرية؟ طب ما يطلع يا اخويا من الكم اللي على قلبه ده كله. مقسوم فلوس ياخدوها الحرامية واني مقسوم للثواب ارزاق. هي دي الحاجات اللي سرقت منك؟ ايوه هي. مش ناقصه حاجه؟ لا مش ناقصه. لقيتوها ازاي؟ اللي سرقها جه بيع الذهب، السايغ ادانا خبر. ومين اللي سرقها؟ هتشوفه. انت يا استاذ سمير؟ ده انت اخر واحد فكرت فيه. ليه عملت كده؟ انت ليه عملت كده؟ عشان العملية لأمي، هي ملهاش غيري، ولو ما عملتش العملية هتموت، والعملية تكلف 100 جنيه. وما طلبتهمش مني ليه؟ بصراحة اتكسفت اطلبهم منك، انت اديت كتير. بقى تتكسف تطلب مني وما تتكسفش من ربنا وانت بتسرق؟ نصيبي كده. لا حول ولا قوة الا بالله. لطفك يا رب. نزل المتهم الحبس. حاضر يا فندم. العملية بتاعت امه دي نفعتنا. خليته يستعجل على بيع الذهب، لو صبر شوية كان عدى بالمسروقات. طب بعد إذن سيادتك، أنا دلوقت مستعد أتنازل عن البلاغ. تتنازل إزاي؟ وبعدين ما تقدرش، ده حق المجتمع مش حقك. والنيابة مقدمة الجلسة مستعجلة الأسبوع اللي جاي. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن الثابت لدينا باعتراف المتهم نفسه أن المجني عليه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يواصل الإحسان إليه وكان يعطيه المال الذي يحتاجه، ولكنه قابل الإحسان بالسيئة فصدق فيه ما جاء في الأثر: اتقي شر من أحسنت إليه. ولهذا تطالب النيابة بتوقيع الحد الأقصى لعقوبة السرقة. وشكرا سيادة الرئيس. الدفاع عايز يقول حاجة؟ الدفاع يكتفي بالمذكرة التي قدمها إلى هيئة المحكمة، وشكرا سيادة الرئيس. هل تأذن لي المحكمة بكلمة؟ عايز تقول ايه؟ تفضل. لقد استندت النيابة إلى ما جاء بالأثر اتقي شر من أحسنت إليه، ولكنها لم تكمل الكلام حتى نهايته، فالأثر يقول اتقي شر من أحسنت إليه بالمزيد من الإحسان إليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وفقني في البداية لمعاونة المتهم في علاج أمه المريضة، إلا أنني أعترف أنني قصرت بعد ذلك ولم أواصل متابعة الأمر، مما دفعه لارتكاب جريمته، وما أبرئ نفسي. لهذا ألتمس من عدالتكم أن تترفقوا بالمتهم. وشكرا سيادة الرئيس. الحكم بعد المداولة. متخافش يا استاذ سمير، ربنا يجيب العواقب سليمه. انت كده حكمت عليا بالاعدام. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. العمليه بتاعت امك انا متكفل بيها،
وهخلي مراتي وولادي يقفوا معاها. بس انت بقى تستغفر ربنا وتتوب اليه، واذا كانت صنعتك مش مقضيه مصاريفك فكر لك كده في مشروع تاني وانا هساعدك فيه. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سمير عبد العليم راشد بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. الحمد لله. قول الكلام ده. ده التقرير اللي جانا من المباحث يا فندم. طيب لا 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 خليه معايا، اتفضل انت. حاضر. لو ضرب دريا دي خير يبقى الصواب للشيخ امين، هو اللي ساعدها، هو اللي غيرها، لولا كان فضلت في القهوه بتاعت مدقام. معاك حاجة يا سيدنا، الشيخ امين الشعراوي هو السبب، ودي حاجة حد يقدر ينكرها؟ جميل جميل قوي 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 قوي. يا مرحب يا مرحب يا شيخ زغلول. اهلا اهلا. خطوة عزيزة. يعز مقدارك يا رب، يعز مقدارك. تفضل يا سيدي. يا اهلا يا اهلا. انا قلت يا واد اخطف رجلي واجي ابارك لك على حكايه المسروقات اللي لقيوها دي. اما صحيح يا اولاد المال الحلال ما يضيعش ابدا. الحمد لله الحمد لله. وبالمره يعني كنت عايز اكلمك في موضوع دار الايتام بتاع الست بدريه دي. لازم ما وافقوش يضموها لوزاره الاوقاف. لا يا سيدي وافقوا، بس قدامنا عتبه صغيره كده عايزين نخطيها. خير ان شاء الله. هو المباحث لما راحت هناك وعملت التحريات بتاعتها لقوا جنب دار الايتام بعيد عن السامعين استغفرك يا رب واتوب اليك كازينو. غريب، بس انا رحت دار الايتام وما لاحظتش الحكايه دي. ما انت عارف بقى المباحث يطلعوا الابره من وسطكم عشر رز. وايه المطلوب دلوقتي؟ هم كانوا راكبين دماغهم ان هم يقفلوا دار الايتام. سبحان الله، بقى يقفلوا دار الايتام عشان الكازينو يشتغل؟ طب ما يقفلوا الكازينو. لا لا، ما احنا مش هنقفل حاجه بقى. هو كل ما في الموضوع ان الحته اليمين دي اللي هي بين الكازينو وبين دار الايتام، الحته دي يعني سقفها مفتوح، عايزين نقول للراجل صاحب الكازينو يسقف ان شاء الله يا رب على حسابنا. ايوه، بدل ما يقفلوا دار الايتام. وهو صاحب كازينو رافض؟ والله يعني هو الراجل مش رافض، بس احنا يعني محدش جاب له سير. انا قلت يعني اجنا وانت كده وناخد بعضينا ونروح له، وانت بكلامك الحلو ده تقدر تقنعه بالحكاية دي، يمكن ربنا يهديه. لا يا حبيبي، انا لا عمري رحت كازينوهات ولا بروح كازينوهات. ما احنا مش هنروح الكازينو ولا هنخش ولا هنقعد، ده احنا من بره بره كده هنبعت لجيب الراجل، وانت كده بكلامك الحلو المشهور عنك ده تقدر تقنع. من عارف من عارف يا سيدنا من عارف، مش يمكن ربنا يهديه على ايديك ويقفل الكازينو كمان. طيب بعد إذن عدم المؤاخذة يا سيد. لا مفيش حاجة، لا مفيش حاجة، احنا بس كنا عايزين يعني عدم المؤاخذة يعني نقابل الأستاذ صاحب الكازينو. محسوبك يا أبو الكيلة مسؤول عن أي حاجة هنا في المحل وعندي ترابيزة على البيزنس.
لا 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 احنا مش هنخش يا ابو رجال، احنا بس عايزين نتكلم مع صاحب الكازينو يعني كلمتين كده وتنينا متوكلين على الله. صاحبة الكازينو في مكتبها، اتفضلوا. لا بس اندهلها يعني، احنا كنا عايزين عدم مغزى يعني نتفق معها على فرح يعني فرح. اقول لها مين؟ قول لها الشيخ اللي ايه يا ابو رجاله، هو تحقيق اللي تقول لها مين؟ قول لها ناس عايزينك وخلاص يا اخ، تحقيق نيابي. حاضر يا عم الشيخ. استغفر الله العظيم يا رب. اهدي انت، شفت الحيطه اللي بتكلمني دي؟ ايه ده فاكر الراجل اللي كانوا بيجي عندنا في المولد ويقعدوا 30 راجل يكتفوه؟ قول انت الاول. نعم. هي صاحبه الكازينو واحده ست؟ كدب خيب. انا سامعه بيقول لك هيندهلها. احنا جايين نتكلم مع الستات. لا عدم المؤاخذه، انا برضو سمعت زي اللي انت سمعته بالظبط كده. ايه وكدب خيب؟ يا ربنا يستر. الست صاحبة الكازينو. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا الف اهلا. ايه دي؟ بدريه؟ شيخ امين؟ انت يا بدريه صاحبة الهباب ده؟ ما تردي. انا هقولك على كل حاجه، ايه ده انت بقى؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت مفيش منك فايده. اهو انت واللي زيك اللي ربنا قال فيهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اخص عليك اخص. يلا يا شيخ زغلول بعدنا عن مكان الشياطين ده. طب بس هقولك على حاجة، هقولك على بس اسمع الكلام، أنا جاي معاك أهو. اسمع بس، خلي واحدة بس. يا امين استنى بس هكلمك يا اخ، لو انت كده عصبي على طول كده استنى بس هكلمك كلمتين. انت كنت عارف الحكايه دي قبل كده يا شيخ زغلول ومرتبها؟ الكذب خيبه. بس اللي انا كنت قلت لك انت ما كنتش هتصدق، قلت اجيبك وتشوف بنفسك بقى. اشوف ايه؟ اشوف واحده كنا فاكرينها في طاعه الله لقيناها غرقانه في المعصيه. ما انا بس عايز اقول لك على حاجه، مش انت يا امين اللي هتهدي الكون؟ امر غريب والله. امال عايز نفرح يا شيخ زغلول؟ عايز نفرح؟ ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لما مرت عليه جنازة اليهودي لأنها نفسه ماتت قبل أن يهديها. ربنا يسامحك بقى. تعال هنا بس، انت رايح فين؟ ما أنا كمان مش ممكن أسيبك كده وانت عصب. أنا هاخد تاكسي أوصلك لحد البيت يا سيد. لا تاكسي ولا حنطور، كتر خيرك. أنت من سكة وأنا من سكة تانية. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله يا أخي. الله صحيح ما ينوب المخلص ولا بتعطي هدوم. مش دي اللي انت كنت فاكرها؟ ما عرفتش ايه، هديني وريتها لك هي ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه دي يا اختي؟ ابوكم ماله يا ولاد؟ ده حتى ما دخلش يغير هدوم ودخل على خلوته على طول. يا ترى في ايه؟ ابوك كان فين يا عبد الرحيم؟ سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحريات المباحث اكدت ان صاحب دار الايتام فتح كباريه، وان سمعتها استغفر الله العظيم يا رب مش ولا بد. وامين كان عارف؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف عيبه. وهتوبت بدريه كمان طلعت فشوش. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، ما تجيبش سيره لحد، ربنا امر بالسات. لا الناس كلها لازم تعرف، والا هيقولوا عليا ان زغلول ما قدرش يضم دار الايتام للاوقاف،
وانني عدم المؤاخذة يعني سمعتي في الوزارة وكأني هفاي. طب عشان خاطر ابنها اسلام ما تكسرش خاطره قدام البلد. ده الواد ده وراه يمدحه في كل حتة، تقولي الشعر بربابة يا اخواتي. وهو عشان انت زعلان من امين ما تبصش لحاجة تانية. خلاص يا صفي مش هجيب سيرة لحد، بس امي لما ترجع من بره هقول له. وهو انت يعني لما تجيب سيرة لخالتي هتسكت؟ لو انت يا صفي عايزة اخبي على امي، ده ربنا وصلها على الام يا اخوات. يبقى انت عايز الحكاية دي تستشع في البلد. نفسي اعرف بس انت ايه اللي مزعلك مني؟ انا مش زعلان منه يا اخواتي، انا فرحان. ايوه امال ايه، ده الدعوه بتاعته صابت، فتحت اكبر كباريه يا اخواتي في بر مصر كلها. انا عايزاه دي واحده كلمتين هقولهم له وامشي دغري. قافل عليه اوضته ما بيقابلش حد. عشان خاطري يا استنبوي، تاني هتجنن عشان خاطري. انت السبب في كل اللي بيحصل لك ده، ده كان طاير بيكي في السماء وفي كل حته يقول بدري، وكان فرحان بهدايتك. اخر نوبه، وبعد كده اللي هيقول عليه اني هعمله، حتى لو قال ارمي روحك في النار. انت لسه هترمي نفسك في النار؟ ما انت رميتيها من زمان. تاني في تحضير بدل المنزل اللي تحت، اني محتاجاها عشان يطلعني لفوق. عشان خاطر يا استنبوي قولي له بس. ده مش طايق حتى اسمع اسمي، ده مقاطع الدنيا كلها بسببك. ربنا بيسامح. هو مش هيسامح؟ تالت نوبة بجيله وبردك مش عايز يقابلني؟ ونعم بالله. بعدين يا بدرية بعدين، ربنا يروق الحال. بعدين يا حبيبتي بعدين يا اختي. انا بقى مش هجيله تاني، ومش هعمل اللي هو عاوزه، انا هعمل اللي انا عايزاه. وقولي له الكلمتين دول. ايه البت الهبلة دي؟ سبحان الله، ده هي اللي خسرانة من سيدنا الشيخ. سبحانك يا رب، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. الصور دي تعلقها على الواجهة وحواليها نور وبسرعة. امرك يا مدام. مساء الخير عليك. مساء الفل. الله، ايه اللي جابك؟ انت مش كنتي في دار الايتام؟ ما انتش هروحها تاني، والفلوس هبعتها لهم وخلاص. ياه، وهو ايه اللي حصل؟ مش قادره امشي في طريق ايه؟ صاحب بالين كذاب يا ستي. يا اختي ما ياما قلت لك ما سمعتيش كلامي. يلا سكه انكتب عليا امشي فيها. سكه؟ دي سكه الهنا والمال والشهره والبغداده، بس انت اللي مش عايزه. كام نوبة كنت عايزة أغير سكتي وما قدرتش، مفيش فايدة. يا بدرية لو تسمعي كلامي، لو تسمعي كلامي وتحطي الكازينو ده في دماغك هيبقى مفيش زيه في مصر، بس هو يعني محتاج له شوية تجديدات. ومال، اعملي اللي انت عايزاه. اسمعي يا بدرية، لما أقولك احنا نوسع القطين اللي مقفولين وندخلهم على الصالة، وكمان نغير الترابيزات والكراسي، وشوية نور كده على الواجهة اللي على طوها، ونعمل إعلانات في الجرايد، ونبعت نجيب فرقة من فرق أوروبا. صدقيني اللحظة دي الطيارات حجلنا أفواج أفواج. هو إيه دي؟ أجيب منين فلوسي ده كله؟ يا أختي حطي قرش يرجع لك عشرة. ده موضوع يتكلف كتير وأنا ما معيش يكفي. وماله يا بدرية؟ رقبتي سدادة يا أختي، انا كنت شايله قرشين كده للعوزه هديهم لك واشاركك في الكازينو، ويا بخت من نفع واستنفع. قولي كده بالك يا رطب، انا من زمان عارفه وان انت عينك على الكازينو. يها، هو انا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي عينك على الكازينو؟ خدي يا اختي الفلوس سلف ومش عايزه منك حاجه، والكازينو يفضل باسمي. لا وسلف ليه؟ انا موافقه على الشركه ويبقى عندنا أكبر كازينو في مصر. كده ولا كده؟ أني شايلة الذنب، والمثل بيقول إن سرقت سرق جمل. اللهم يا قهار صفة جلالك، ويا غفار صفة جمالك،
نستشفع بصفات جمالك عند صفات جلالك، وأنت الرب يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. اللهم رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد. وارد عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعية الصحوة الإسلامية عايزين أبويا يروح لهم الخميس الجاي. ما أنت عارف يا عبد الرحيم أبوك مش هيعمل لقاءات مع حد. ليه بس يا فاطمة؟ ما نقول له يا بنتي يمكن ربنا يهدي سره ويرجع للناس تاني فاهمهم دينهم. حكاية بدرية دي مؤثرة فيه قوي. أني مش فاهمة تطلع مين بدرية دي لما تمشي عدل ولا متلخبط. كان متعشم فيها خير يا بنتي لكن خيبة ظن وربنا يهديها. أم يما يقطع الناس كلها وافضل في الخلوة بتاعته دي على طول. ده كان بيبقى فرحان قوي يا بنتي لما الناس تقوله تعالى يا سيدنا الشيخ عشان تعلم الناس دينهم وتفهمهم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ألو، أهلا وسهلا. أهلا. أيوة بس هو مريح شوية في قطه. ايه؟ طيب خليك معايا هشوف وارد عليك. خليك معايا اوعى تقفل. هتشوف مين يا عبد الرحيم؟ ابوك لما بيبقى في الخلوة ما بيحبش حد يضايق. ده البرنامج اديني نور على نور، عايزين ابويا يسجلوا حلقات معاه. ده برنامج ناجح قوي يا ولاد وكل الناس بتشوفه وبتعرض بره في كل الدول العربية. يا ام انا هخبط عليه خبطة خفيفة، لو رد عليا هقول له، ما ردش خلاص. يا رب يا رب يوافق يا رب عشان ما يحرمش الناس من علمه أبدا يا رب. ألو، معلش هو مريح شوية، أنا أخد نمرة حضرتك وأبقى أتصل بيك. أيوة ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه ثانيه. ايوه سعادتك. ايه الاستاذ احمد فراج. ايوه يا استاذ احمد. كم 627 431. خلاص يا استاذ احمد انا هتكلم معاه واكلم حضرتك. مع السلامه. مع الف سلامه. انا مستخسره البرنامج ده قوي. أبا برنامج نور على نور عايزينك علشان تسجل معهم حلقات. يابا يابا ده برنامج كل الناس بتشوف. عارف الحلقة الواحدة بس منه كأنك بتكلم 10 مليون وأكتر. وإيه الفايدة لما أكلم 10 مليون ولا 100 مليون حتى مدام محدش بيسمع الكلام؟ طب ده انت كلامك حلو قوي يا سيدنا الشيخ وكل الناس بتحب تسمعه. طب ده انت كلامك بقى بيدخل القلب على طول، بيخش من الودن دي وبيطلع من الودن التانية ما بيغيرش حاجة، يبقى قلته احسن. ايوه بس انت بتبلغ وهم اللي عليهم الوزر. ايه بس اللي جرالك يابا؟ ايه اللي جرالك يابا؟ يابا لو واحدة خابت في 1000 غيرها صابت. وبعدين هو في حد بيفهم كتاب الله ويشرحه للناس زيك؟ يابا انت بتزرع الايمان جواهم. وايه فايدة الزرع لما ما يجيبش نتيجة؟ انا اللي يهمني النتيجة، ما يهمنيش يقولوا بيتكلم كويس ولا وحش، انا يهمني النتيجة وللأسف ما فيش نتيجة.
لو ما فيش نتيجة يبقى العيب منهم مش منك. منهم مني، المهم ما فيش نتيجة، يبقى وفر تعبي بدل ما احرط في البحر. أنا مش هكمل في طريق الدعوة، في علماء كتير أحسن مني للمهمة دي. لا فعرضك يا سيدنا الشيخ، اوعى تقول كده. إن ما كنتش أنت اللي تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي هيبلغه؟ طب ممكن يابا عبد الرحيم، اللي أقوله يتسمع. أي حد يطلبني عشان أحاديث أو مقابلات اعتذر له من غير ما تراجعني. يا لهوي، أبوكوا جرى له إيه يا ولاد؟ يا لهوي، ده عنو صبيتك، عنو صبيتك يا سيدنا الشيخ، إيه اللي جرى له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.